لكن هم شباب النيمة لو تسماش يعطيهم العافية، كانت تقييمهم وايد حلوة. لكن الحين راح ننتقل إن شاء الله ونشوف الفاينلز ستريت فايتر جراند فاينل، الجيم بين مشعل الراشد وأفندكس. أجين هالاثنين يعرفون بعض من شباب وايت تاور، يعني مو غريبين على عن بعض، عندهم خبرة ويعرفون بعض عدل. أفندكس وصخ تكرمون الجوتي يبي يرتاح. مشعل مركز بالشاشة. شو تتوقع بيصير بعدول؟ والله إذا كان قايل ضد جي أتوقع أن راح يتعبه، أتوقع أنه راح يسوي شتاون حق البروجكتاز ملوتا وراح يتعب. يعني كشخصية قايل من غير تخيل قايل من غير البروجكتاز، يعني هو نص حركاتك راح صح ما عنده إلا حركتين بس. يعني تقن راح نشوف مثلا ملاكم ينزل، يمكن نشوف الحين شون الشخصيات. انا كلش ما اتوقع ان مشعل راح ينكي يورين. لا شباب قاعد يسوون شيء بالست اب. صوت الظاهر في مشكله، شيء بالاركيد او سماعة تقطع. ان شاء الله يعدلون موضوع السماعات وننتقل للجراند فاينلز ستريت فايتر 5 من بطولة كي بي ار 2019. هذا اخر جيم عندنا اليوم، هذا اخر جيم اليوم ونشطب بعدين على الايفنت. ضبطوا الموضوع، موضوع امور طيبة، امور طيبة ان شاء الله. اوكي جراند فاينل ستريت فايتر 5، مشعل الراشد بجي ضد أفندكس قايل. انت ايش رايك؟ والله اتوقع خليت توقعاتي. شو توقعاتك؟ والله اتوقع مثل كلامك بعدول، ماتش اب صعب من على أفندكس صراحه، خصوصا ان مشعل عليه الانبوت حيل ممتاز، يعني اي وف بانش ما راح يطوف اي شيء، فما اتوقع راح يكون الموضوع سهل على فندكس. بس ممكن فندكس يصدمنا، يعني الحين مثلا بلش في تريجر 2 ممكن احسن، والمسكه الاولى من فندكس وحاليا قاعد يحاول يضغط على مشعل ويدز له كورنر. سونيك مومز وايد اقتصادي بسونيك موم، ما يقطها وايد، ما يبي مشعل يشحنهم. مشعل قاعد يلعب الميد جيم، هذه المسكه ما حاشا ودش تعال بالاوكي يا حبيبي. الجو النوك داون، يا سلام. ومشعل هو يقفل في اي اكس فلاش كيك، ردها على سونيك بوم. حذر هذا كومبو بالاعصاب، اي كومبو اقصاد، هذا ما كان كومبو كامل. شوف مشعل عنده ميتر كامل ويخلص الجيم. حلوه من مشعل، جايه كانت جاهزه كمل الكومبو بسوبر ويخلص اول راوند. كان حيل كلوز ماتش، حيل كلوز ماتش. الراوند الاولاني يروح لصالح جي. مشعل أفندكس كان لعبه صراحه ممتاز، يعني لو الحظ شوي لصالحه كان هو اللي فايز بالراوند، فاتوقع ممكن يستمر على نفس الستايل. وجمب ما سواها بانش كلش، كان ممكن حتى بالتريد هذا. أفندكس قاعد يلعب الحين لعب شوي اجريسيف اكثر. اوكي بطل ردم، يبي يحاول يصيد على مشعل. سونيك بوم اكس بالوجه، صعب. واهم شيء انك تنزل البرزنسي ليفل ماله، صعب انك تو رياكت على سونيك بوم اكس اون بوينت. لكن الحين مشعل يشغل الفي تريجر والكومبو يستمر وكاري لغايه الكورنر. اوه يا سلام عليك اللو بروفايل، يمكن يعطي ستان وبوش كراش كاونتر.
عندي بار كامل مشعل قاعد يدور سوبر كونفيرم عجيب حلوه من مشعل ستاند سترونج كونفيرم كاونتر يعني كملها لي باكر مشعل مركز هلا مشعل مركز قاعد اقول لك هو عنده الوك بانش والكونفيرمز اون بوينت وهذا اتوقع يمكن اكثر شيء قاعد يميزه بالنسبه باللي قاعد اشوفه قاعد يميزه عن باقي اللاعبين سونيك بوم لكن حلو انه مو قاعد يسوي سونيك بوم من مسافه بعيده اي على اساس انه ما يبي يجي يسحبهم اوه كان ممكن يبنشه لكن الفريم ما حاشه ترى النيوترال جيم اكثر قاعد اشوفه لصالح فندكس بس بلحظات ينقلب الموضوع لصالح مشعل يا سلام عليك يا فندكس حلو الفلاش كيك مشعل عنده في تريجر كامل لانها اي اكس ما خدر وايد كومبو يحاول يزز جي لغايه الكورنر اوه لكن ما كان بانش 100% لا بس حتى البانش حرام بس اي اكس سونيك بوم كان ممكن يقرب يعطيه فير في ريفرسل يا سلام الانتير حلو من افندكس لكن الحين راح يدخل جي معاه فول ميتر يعني ممكن يسوي له سوبر من البدايه كومبو كونفيرم مع سوبر افندكس حاليا قاعد يدون جي يسكر المسافة مشعل والكونفر ممتاز حلوة من مشعل يا سلام وجمبن يحاول يضيع المومنتوم سونيك بوم اون هاوس كونفر شنو الحين راح يتخبل اوكي صعب سترونج وفنش يا سلام عليك الاي اكس على طول والله هو وايد قاعد يسوي هوب كيكس ضد السونيك بوم ايه اون بوينت صراحه يا سلام صد تحت يا حبيبي لا توقف كان ريفرس مسوي شيء ممكن نسوي سونيك بوم يمكن واحد واحد نرد مره ثانيه مشعل عنده فل ميتر افندكس وراه درب وايد طويل حاليا نذكركم ان افندكس باللوزر سايد ومشعل هو اللي بالوينر سايد سونيك بومي اكس والبوزيشن ممتاز لصالح افندكس وضغط كبير على مشعل يحاول يطلع من الزاويه واحلى من افندكس يا سلام يحاول يخلص الجيم لكن بعيد عن الكومبو لكن للحين الامور طيبه لصالح الجمب ان ويصيده والله ويقلب الزاويه يبي يحطه اوكي انقلبت الامور اوكي افندكس للحين بالجيم ما يبي يستسلم مشعل تحفظ بال في تريجر ماله ما استعمل في ريفرسل ما ممكن يستخدمه ككمباك ميكانيزم بس وايد خذ بريشر بالزاويه افندكس بريشر جيم كان ممتاز ماله يعني سونيك بومز قال حذفهم صح الجاب والتحت سترونج قال حذفهم صح الزونينج ما واقف المكان صعب النجيري خصوصا جي ما عنده ريفرسل تحت سترونج حلوه من افندكس جامب وراها كومبو استخدام مشعل الهوب كيكس والله استخدام عجيب صراحه ستان ويشحن ميتر يسوي الكومبو شنو الريست الحين بيسوي ماكو ريست شوف اللايف ليد شوف اللايف ليد الكونفيرم يا سلام عليك يا مشعل عجيب هذا مومنتوم مو بس مومنتوم الكونفيرم كانوا عجيبين تحت جاب مرتين للرش بانش هذه اوووه تحت سترونج عجيب فلاش كيك اي اكس يبي يطلع من الزاويه افندكس لكن مشعل مو راضي يخليه يطلع اوه حلوه من مشعل وجمب ان لكن ما كملها ريسكي كانت وايد ريسكي من افندكس افندكس الفيرس الحين زونينج اوكي شوية الامور تحسنت في افندكس لكن المهم الوضع للحين صعب مشعل عنده في تريجر شغله يقطعها عشان يقطع الخدره لكن مو بالرينج قط الفلاش كيك بالوجه لكن حساب انه كان جي بعيد فما حاش الفلاش كيك اكس
ففرصة كانت وايد سهلة انه يبنشها مشعل ويخلص فيها الراوند 2-1 لصالح مشعل، ومشعل عن بعد جيم واحد ويكون هو بطل كويت باتل رويال 2019. رايحين على الكاركتر سلكت الفندكس قاعد يفكر حول ما يحول، اذا تبي نصيحتي لا تحول، مالك شغل فيه مالك شغل فيه. مشعل قاعد ياخذ افندكس قاعد ياخذ مساعده الجمهور، هو اخبر بوضعه، هو صح بعد يلعب بايس لكن يستيك وذ جاي. انا اشوف ان اختيار الانسب لان افندكس ممتاز بجايلز، ف قاعد يخسر على شغلات يعني مو اللي مو لايف ليد قوي وهما مو مثلا كاركتر سبيسيفيك ثينجز، يعني قاعد يخسر لانه مثلا مشعل قاعد يحصل له جامبز احسن او والدروب كومبو لو ما صار له الجامب دروب هذا كان ممكن امور وايد تتغير بالنسبه حق افندكس. هذه فلاش كيك حلوه من افندكس، بلش فيها الجيم بفلاش كيك افتتاحيه سونيك بوم، ممكن لما يغير لبسه الامور تتحسن حق افندكس. انت اير حلوه من مشعل كان يبي هوب كيك فوقها سونيك بوم اكس وجنب الممتازه هالمره لافندكس. لاغط افندكس لاغط والوف بانش عجيب من مشعل وما كملها، يبي يدخله بالاوكي لكن فلاشك احلى من افندكس. اوه حلوه واقف شورت من افندكس، كان ممكن يقطعها بعدين عشان يكمل البريشر سونيك بوم، ورينجها ابعد من الواقف. جمب هذا اتكلم عنه قاعد يحصل عليه جمب 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 هو اللي يطير نص طاقته. اوكي ثاني وخوش ستان، بس الحين سكيل دامج ما راح يموت، تعور تعور وايد راح يحط وضعية سيئة جدا. وحلو الكونفيرم، هذا كان راوند سريع 1-1 لاست راوند مشعل عن بعد راوند واحد ويكون هو بطل كي بي ار. وهذا الجامبن ثاني قاري مخه قاري مخه افندك يا راح اوه جامبن هذا الثاني بعد. شوف الحين تو جامبن الحين مشعل راح يخ رش كاونتر ما سوى شيء، كان ممكن يسوي احسن من كذي. مسكه حلوه من افندك للحين بالجيم ما يبي يستسلم، لكن سكيل وايد عالي في ريست ولا لا هو يبي كم فيديو يبي شيء مضمون. والجامب الممتازه حلوه من افندكس للحين بالجيم ما يبي يستسلم، لا تسوي درب. لا تكفى اثنين عندهم ميتر لا ممكن يخلصها للحين جيب دمج سوبر ايش راح يصير ريفرس سوبر يلا تروح على افندكس ومشعل بطل كويت باتل رويال 2019. حرام الدروب يا افندكس ما يخالف مبروك الف مبروك يا مشعل بطل كويت باتل رويال 2019 وهارد لك افندكس هارد لك المركز الثاني ومركز الثالث حق فواز يعطيكم العافيه شباب جود جيمز يا شباب جود جيمز